صورة واضحة لضحايا أعنف الحرائق التي تشهدها بعض مناطق ولاية كاليفورنيا الأمريكية. آلاف المواطنين تم إجلاؤهم إلى الملاجئ التي فتحها الصليب الأحمر لاستقبال منكوبي الحرائق التي تفاقمت بسبب موجة الجفاف القياسية التي تشهدها المنطقة. بيتي احترق منذ حوالي 30 دقيقة على الأرجح. أعيش في جنوب هوبرغ وهو المكان الأساسي الذي اشتعلت به النيران. كنا نلعب كرة القدم. وصلت إلى المنزل عند ثانية ظهرا وعند ثالثة احترق المنزل. في الحقيقة لم نعد نملك شيئا. السلطات المحلية أكدت أن حوالي 6000 منزل ما زالت مهددة بهذه الحرائق. هذا هو بيتي، كان بيتي، لماذا تركونا حتى الآن؟ قالوا إلى غاية الأربعاء لم يعد لدينا شيء، لا شيء على الإطلاق. ماذا يمكنني أن أقول لكم؟ نقيم في فندق في سانتا روزا، لكن سنبدأ حياة جديدة. لا يوجد لدينا شيء على الإطلاق، تقول هذه السيدة. المئات من رجال الإطفاء قدموا من أستراليا ونيوزيلندا لمساعدة فرق الإغاثة الأمريكية، كما يناضل ما يزيد عن 20,000 رجل إطفاء في جميع أنحاء البلاد لمكافحة 33 حريقا في عدة مناطق أخرى من الغرب الأمريكي.